نطالب منظمة حقوق الإنسان نتظاهر اليوم وباكر وعقبه وبعد أسبوع والآخر النفس يومية الفرد نتظاهر نطالب منظمة حقوق الإنسان بإخراج المعتقلين بتسليم الجثث المحروقة بالمستشفيات. لحد الآن أبنائنا ما مستلمينهن، أولادنا معتقلين، جاي يتعذبون بأشد العقاب، جاي يتعذبون بأشد الأساليب اللي ما يرضى بها لا الله ولا ابن آدم ولا الرسول. ليش؟ شنو الذنب اللي سويناه؟ شنو الذنب اللي اقترفناه؟ ليش حرق؟ يحرقون الجثث ويسحلون بالشوارع ليش؟ ليش المعتقلين لحد الآلاف آلاف؟ آلاف المعتقلين ما نعرف مصيرهم شنو؟ ما نعرف الموتى اللي هسه بالمستشفى لحد الآن لحد ليش لحد مستلمة رجلها ولا ابنها ولا أبوها وما نعرف مصيرهم شنو؟ ليش؟ نطالب منظمة حقوق الإنسان بإفراج عن معتقليننا وراح نتظاهر لآخر نفس. نريد أولادنا، نريد أزواجنا، نريد أبنائنا. ليش الأطفال تيتم؟ ليش النساء ترمل؟ ليش هالتهجير؟ ليش هالظلم؟ الله أكبر.